عرف نفسك اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، اخوكم رفيق محمد السيد، كنت موظف في هيئه الرقابه الاداريه ومشيت من هيئه الرقابه الاداريه بدون جزء بدون اي وجع حق، ودوني هيئه نقل العام. انا كنت في الرقابه الاداريه مرتبي 1300 جنيه، ودانا هيئه نقل العام بقى مرتبي 400 جنيه ماشي. فجينا اعتصمنا هنا مع الزملاء هنا في ميدان التحرير، وقالوا علينا في النت ان احنا ما نستحقش ان احنا ندخل الاجهزه الرقابيه عشان خاطر الناس ديت ما تصلحش انها تشتغل في الاجهزه الرقابيه. وبعتوا لنا بتوع التحريات هنا امبارح، وجت بتوع التحريات النهارده، فبيقول جم قطعوا لنا اليافطه، كنا معلقين اليافطه دي هنا اهو كده على الاشاره، قطعوها وانا جيت علقت اليافطه دي هنا ماشي امبارح والنهارده، يعني هم قطعوها امبارح وعلقتها امبارح. جم النهارده بيقولوا للبياعين قطعوها واحنا هنديكم فلوس، البياعين رفضت وبرضك قطعوا اليافطه ومشوا. بيعرفوا الناس هنا في الميدان بيقولوا علينا ايه بقى؟ ان احنا اقل واحد فينا معاه 2 مليون جنيه. يا رقابه يا اداريه، لما انا معايا 2 مليون جنيه انتوا معاكوا كام؟ انا الغلبان معايا 2 مليون جنيه، لما انا يبقى معايا 2 مليون جنيه انتوا معاكوا كام؟ الكلمه دي حلوه بردك من رجالتك جايه في ميدان التحرير، زي ما انتوا بردك في على النت كلمتوا علينا كلام مش كويس، بتاع يقول لك واحد بتاع خرفان والميزان وشيكات ويا محسن احنا جايبين لك سنه. يعني انتوا رجالتكوا جايه في الميدان بتقول ان انا معايا وعبرازي ومحسن وخالد اقل واحد فيهم معاه 2 مليون جنيه، لما انا اقل واحد في هيئه الرقابه الاداريه معايا 2 مليون جنيه. يا كبار يا اعضاء هيئه الرقابه الاداريه، يا رئيس هيئه الرقابه الاداريه، انتوا معاكوا كام؟ وادي اليافطه اللي احنا حطينا، وجهات اخرى بردك ما حاطين يافطه ماشي، وفي صور والله العظيم احنا معلقنا صور لسياده الوزير محمد فريد التوامي، احنا جينا لقينا الصور بتاعت سياده الوزير متعلقه وبلاوي مكتوبه تحت الصوره، واحنا في الميدان معتصمين في الميدان ليوم الدين، ومش هنمشي من الميدان الا ما ناخد حقنا. وشكرا.